الشكر موصول، جزيل الشكر والثناء لقناة شروق ومن خلال برنامج وفعل الخير على الدعم والمساندة وتمويل أمثلة هذه المشاريع التي تجلب الخير على ساكنة المنطقة. كما أيضا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنة هذا العطاء الذي تمثل في تمويل هذا المشروع، طبعا من خلال برنامج وفعل الخير. تحية الجزائر، ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والرعاية لوطننا الغالي. نقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قناة شروق عبر برنامج روح على الخير لهذا الدعم المتمثل في الإعانات المالية لحفر آبار في مناطق الجنوب ولاية عين صالح نموذجا. وأسأل الله تبارك وتعالى للمحسنين الذين قاموا بالدعم المالي لهذا المشروع أن يجازيهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، وكذلك أثني الثناء الحسن على برنامج وفعل الخير وعلى رأسهم الشيخ فيزاجي وكل الطاقم الكامل المتكامل الذين معه. وإشراف برنامج وفعل الخير لقناة الشروق، حيث شملت العملية إنجاز حوضين، حوض مفتوح للإبل والحيوانات وحوض مغطى يعني للاستعمال البشري، وكذلك العملية شملت إنجاز ميضاء للوضوء مع لافتة التسمية على صاحب المشروع المحسن الذي تبرع بالصدقة الجارية لإنجاز هذه المشاريع، تركيب الطاقة الشمسية مع المضخة، بالإضافة إلى الإنارة بطاقة شمسية
وفي الأخير نشكر جميع المحسنين الذين وضعوا ثقتهم فينا وأودعوا أموالهم تحت برنامج وفعل الخير لقناة الشروق لإنجاز هذه المشاريع الخيرية التي ستعود بفائدة على المنطقة. يعني thank you.